اهلا بكم. مواقف ضعف الابصار وان الانسان ما يكونش لابس نظاره ونظره ضعيف، دي مواقف كثيره وغالبا بتبقى مواقف يعني فيها شيء من الاحراج بالنسبه للناس اللي عندها ضعف ابصار. لكن المفاجاه دراسه قلقتنا كلنا، لكن الدراسه دي يعني الى حد ما برضو عليها الكثير من علامات الاستفهام العلميه، لكن انا هقول لكم هذه الدراسه عشان نكون مركزين قوي مع اطفالنا في الفتره اللي جايه. الدراسه بتقول ايه؟ قالت انه نصف سكان العالم قد يتأثر قدرتهم على الإبصار بحلول عام 2050. قالت إن مخاطر إصابة الأطفال بخسر النظر نتيجة قضائهم وقت طويل في التحديق في شاشات الهاتف الذكي وشاشات الكمبيوترات ده ممكن يأثر على قدرتهم مع الوقت. الدراسة دي اتنشرت في دورية لانست ديجيتال الصحية، وقالت ان العادة المتزايدة في استخدام الكمبيوترات الهواتف الذكية العاب الكمبيوتر ده كله له اثر سلبي قد يكون على قدرة الانسان على الابصار، ايضا في صحة الشبكية. يعني برضو الكلام غريب شوية، يعني هيحصل انه ضغط العين يتأثر، هل انه الناس اللي عندها قصر نظر هتأثر اكتر؟ الكلام ده محتاج برضو يعني مراجعات علمية كثيرة، لكن بلا شك ان مدار التليفونات المحمولة ومدار الاشعة الناتجة من الـ 5G ووسائل التواصل او وسائل النقل المحمولي التليفونات كل دي خطيرة جدا 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 على المخ وعلى العين. بس خلينا نقرب أكتر من مشكلة بتواجه ناس كثير جدا وهي ضعف الإبصار، وإزاي نعمل تصحيح إبصار، وإزاي نعالج مشاكل الإبصار دي. مشاكل مهمة جدا النهاردة هنتكلم فيها مع ضيف العزيز، واحد من الأسماء المتميزة في عالم العيون، ضيف العزيز الدكتور أحمد سعد، عضو الجمعية المصرية لطب وجراحات العيون، وعضو الجمعية الأوروبية للمياه البيضاء وتصحيح الإبصار، الجمعية الأمريكية لزراعة العدسات، أخصائي علاج القرنية المخروطية وتركيب الحلقات، ضيفي العزيز. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا دكتور. أي مشروع. عايز أبدأ الأول بمعنى تصحيح الإبصار، لأنه الكلمة دي بنسمعها كتير وبنتكلم فيها كتير، لكن في ناس كتير مش فاهمها. يعني إيه تصحيح الإبصار؟ هو تصحيح الإبصار ببساطة شديدة جدا هو علاج ضعف النظر، سواء كان طول نظر أو قصر نظر أو استجماتيزم، عن طريق إحدى الطرق المتعارف عليها في تصحيح الإبصار والتي هنتكلم عليها دلوقتي في الحلقة إن شاء الله بإذن الله. ده بأي طريقة بنصحح بها الإبصار؟ أي مرض من هذه الأمراض سواء كان طول نظر أو قصر نظر أو الاستجماتيزم له حل، سواء كان عن طريق الليزر أو عن طريق زراعة العدسات، والتي هنتطرق ليها دلوقتي واحدة واحدة إن شاء الله مع بعض إن شاء الله. عمليات تصحيح الإبصار دي عمليات نرجو لها النجاح، يعني أحد بيعمل عملية من دي نتمنى أنها تنجح. يعني عشان تنجح أي عملية بيبقى فيه شروط نجاح، بيبقى فيه مقومات نجاح. طبعا أهم حاجة في العملية هم بنعتبرها ثلاث خطوات ما ينفصلوش عن بعض تماما. أول حاجة هو جزء ما قبل العملية، المريض يجي لك العيادة لازم تطمن على عدة نقاط معينة، تسأل المريض أولا سنه، لان السن دي مهم جدا جدا، وطبعا انت عارف حضرتك ان اقل سن لعمليه تصحيح الابصار هو 18 سنه، وان كان في مدارس ثانيه بتقول 20 سنه، لكن العامل الاساسي في كل هذه الامور هو ثبات النظر. لازم النظر يكون ثابت، وحضرتك تطمن ان نظر المريض اللي بيتابع مع حضرتك باستمرار ثابت في كل مقاسات النظاره بتاعته، تشيك عليها وتلاقي النظر ثابت، فبالتالي خلاص تبدا تعمل اجراء عمليه تصحيح الابصار. تساله برضو هل هو بياخد اي علاج لاي حاجه، امراض السكر او اي حاجه. المرض السكر من الحاجات اللي حضرتك عارف انه بتعمل قصر نظر، قصر نظر كاذب، يعني ممكن المريض اللي عنده السكر يجي دلوقتي بمقاس النظاره بتاعته سالب 3، وبعد ما السكر ويكون السكر بتاعه عالي، وبعد ما السكر يتظبط بتاعه تلاقي السكر بمقاس النظاره بتاعته سالب 2. فلو حضرتك عملت له تصحيح ابصار على مقاس سالب 2 او سالب 3 اللي هو مش متظبط عليه، هيرجع بعد كده نظر يضعف تاني. وتسال طبيعه المريض، حاضر طبيعه عمله، هل هو قاعد في التكييف محاسب، هل هو مثلا بيمارس رياضه او نشاط او بيلعب كوره او كل الحاجات دي بيترتب عليها نجاح العمليه، ونوع العمليه اللي يتحدد بعد كده من الفحص. ثالث حاجه ودي حاجه مهمه، حاجه اسمها السايكولوجيك ريفلكشن، مهم جدا 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 وفي ناس كتير بتغفل عنه، ان العضله المسؤوله عن القراءه، وبنتيجه حضرتك في المقدمه قلت الفتره بنقعد فتره طويله جدا على التليفونات المحمول، فبيعمل قصر نظر كاذب. يعني يجي لك المريض تحطه على الجهاز الاوتوراف يطلع سالب 6، بعد ما تحط له قطر التوسيع
يطلع سالب 2 او سالب 1 وحصل كتير جدا. ولو انت عملت العمليه للمريض بالطريقه دي من غير ما تحط له قطره توسيع وتطمن ان ما فيش عضله الاكوموديشن دي عامله اي مقاس نظر كاذب، المريض هيعاني بعد العمليه. هتعمل له عمليه في مقاس ثاني خالص غير عضله التقريب، عضله الاكوموديشن على النير فيجن، اللي بتستخدم في قراءه الموبايلات شغاله بزياده جدا جدا. فلازم تتاكد ان العضله دي بتلغيها بحاجه اسمها سايكلوبليجيك ريفراكشن، ودي مهمه جدا 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 ودي بيغفلها كثير من الناس. نرجع للجزء الثاني وهو جزء الفحص الكلينيكي للمريض، تطمن القرنيه ما فيش فيها عتمات، تطمن على العدسه ما يكونش فيها عتمات وبالتالي ما يكونش فيه ميه بيضه عند المريض. رقم ثلاثة تطمن على الشبكيه، ما يكونش فيه قطع في الشبكيه، ما يكونش فيه ضعف في الشبكيه، لان الحاجات دي كلها بتاثر على نجاح العمليه. نيجي برضو لحاجه ثانيه مهمه جدا، هو الفحص قرنيه العين باشعه البنتاكام اللي بتحدد سمك القرنيه وتضاريس القرنيه. هل في قرنيه مخروطيه؟ هل في تحدب زياده في سطح القرنيه؟ وبالتالي ده بيعتمد على نجاح العمليه. جزء ثالث برضه هو جزء الثالث نتكلم فيه ما بعد العمليه، اللي هو المريض ما يدعكش في عينيه ويستغني الاطراف اللي هي المطلوبه ليه، وهي الراحه التامه والبعد عن العفار والتراب والحاجات دي كلها. دي كلها مقومات نجاح العمليه. في حاجه قضيه مهمه جدا، الناس بدات تعتقد مثلا من كتر الكلام على الاجهزه تحديدا، على الاكويبمنت تحديدا، الجهاز الفلاني افضل جهاز لتصحيح الابصار، ده لا احنا بنعمل فيمتو سمايل، احنا بنعمل فيمتو ليزك، تمام الجهاز ده احسن. وبرضه حاجه انا ما بشجعهاش قوي لكن موجوده، وهي انه بقت في اماكن كتيره باسماء، يعني مثلا مركز كذا مش عارفين مين الدكاتره اللي جوه. فالناس بدات توصلها فكره، هي العمليه دي عمليه دكتور ولا عمليه جهاز اجهزه؟ عملية تصحيح الإبصار احترافية الدكتور هل لابد أن تكون موجودة، ولا هي القصة قصة جهاز أفضل فأنا بدور على الجهاز؟ الكلام ده اللي في دماغ الناس. دي حقيقة، هم العاملين الاثنين مشتركين، الدكتور واحترافية الدكتور. وجزء تاني برضه هو أمانة الدكتور، لأن أولا لازم أنت بتعمل فحص وبتبين ليك من خلال الفحص ده هل المريض ده ينفع له عملية ولا لا. فأنت لو وجهت المريض غلط وقلت له ينفع لك عملية والفحص بتاعه مش كويس، فأنت كده عملت مشكلة كبيرة جدا. يبقى الطبيب واحترافيه الطبيب ومدى دقته في اداء العمليه ده جزء مهم جدا. دقه الجهاز ومدى الجهاز المستخدم، هل هو جهاز حديث او جهاز قديم، طبيعي الاجواء العمليه نفسها بتتم في جو معقم وفي تحت اشراف كامل من التعقيم، ده بينجح في العمليه لا شك. فالاثنين العاملين الاثنين هما سبب كامل لنجاح العمليه. في مخاطر ومضاعفات تنتج عن تصحيح الابصار؟ لو احنا عملنا الاجراءات اللي احنا قلنا عليها ما قبل العمليه من فحص المريض ومدى مطابقته للعمليه ولا لا، وعملنا الفحوصات اللازمه باشعه البنتاكام اللي هي بتحدد كل شيء في القرنيه، سمك القرنيه وتحدب القرنيه وكل شيء، والمريض اتبع التعليمات اللي بعد العمليه، لا شك ان نسبه المخاطر والمضاعفات هتقل جدا جدا، تكاد تكون مش موجوده. لكن طبعا في حاجات بسيطه جدا بتحصل بعد عمليه الليزك زي الاحمرار العين والجفاف، الحاجات دي حاجات كلها بتعالج سريعا بعد العمليه. في ناس كتير تعتقد ان بعد مرور سنين مثلا معينه من عمليه تصحيح الابصار الانسان نظره يرجع يضعف تاني ويرجع يلبس نظاره. لا، هي نسبه قليله جدا جدا تكاد تكون منعدمه، وده بيرجع لحاجه تانية، مش ضعف العمليه نفسها بل طبيعه الشخص نفسه. يعني لو هو الشخص ده كان نظره مثلا ضعيف وهو عنده 20 سنه وكان لابس مثلا سالب 2 لما جه يعمل العمليه، ولما بعد 5 سنين كان متوقع ان هو يبقى عنده مثلا سالب 3، فهو السالب 1 الضعف اللي عنده ده مش نتيجه قصر او ضعف في العمليه، لا نتيجه هو كان عنده قابليه ان هو يحصل له ضعف نظر مش ضعف في العمليه ولا حاجه. طب خلينا نقرب شويه من العمليات نفسها، ما هو الليزك؟ الليزك هو اشهر كلمه مرتبطه بتصحيح الابصار. الليزك هو علاج ضعف النظر عن طريق تصحيح الابصار، سواء كان قصر نظر زي ما قلنا او طول نظر او استجماتيزم. زي ما حضرتك عارف ان العين بتاعتنا هنا ده الشكل، العين موازي لشكل العين الخارجيه، ده لو شلنا ده كده نموذج، ده نموذج يعني دي القرنيه، ده الجزء الشفاف قرنيه العين، وده اللي بيحصل عليه عمليات الليزك وتصحيح الابصار، وده القزحيه اللي هو الجزء الملون في العين، ودي العدسه العين وهي العدسه البلورية اللي هي المسؤولة عن الرؤية مع القرنية. لازم يتوفر، وده طبعا هو الجزء الورق هو جزء شبكية العين، وده لازم يتوفر الكلير ميديا او الرؤية او الكليرتي في كل هذه الاشياء. لازم القرنية ما يكونش لها عتمات،
ولازم عدسه العين ما يكونش عليها عتمات، ولازم الشبكيه تكون سليمه. تصحيح الابصار بيتم في الجزء الاول عن طريق القرنيه، وهي عن طريق عمليات الليزك. تصحيح الابصار كلها بمسمياتها. طيب لو سمك القرنيه قليل او تحدب القرنيه او في قرنيه مخروطيه او اي سبب من الاسباب يمنعني ان انا اعمل عمليه الليزك على السطح الشفاف للقرنيه، بنلجا للجانب الاخر وهو على حسب برضه سن المريض. لو سن المريض صغير بنزرع له حاجه اسمها الايس او العدسه الانكساريه، وهي بتتم في الجزء اللي بين العدسه الداخليه وقزحيه العين. والعدسه دي بتبقى كويسه جدا، وما بنفضلش ان احنا نعمل الكلير لينس اللي احنا بنلجأ له في الناس الكبيره لو سن المريض صغير. طيب لو سن المريض كبير في ما فوق ال 40 سنه، بنعمل حاجه اسمها كلير لينس او زرع عدسه مكان عدسه العين الداخليه فيما يضاهي بعد كده بعمليه المياه البيضاء اللي هنتكلم عليها، اللي هي شبه مياه، شبه مياه البيضاء. بالظبط، من غير ما يكون في مياه بيضاء، بس احنا مش بنفس الاجراء، نفس الاجراءات ونفس التكنيك بتاعها. دخل الفيمتو بقى. طبعا الفيمتو عمل طفره كبيره جدا في عمليات التصحيح الابصار. دلوقتي بيلغي العامل البشري في تقنيات تصحيح الابصار، ولكن هو لا يختلف كثيرا عن باقي العمليات. زي ما حضرتك عارف ان عمليات تصحيح الابصار بالنسبه لنا هي الالترا ليزك او الليزك التقليدي، والبي ار كي ليزك السطحي، والفيمتو ليزك والفيمتو سمايل. ايه الفرق بينهم؟ هو فرق تقني. يعني الليزك التقليدي ده بيتم عمل قشره خارجيه في القرنيه، وبنرفع القشره دي وبيتم تسليط الليزر على قرنيه العين لتصحيح ضعف النظر الموجود في العين. ده الليزك التقليدي. طيب الليزك السطحي وهو الاكثر انتشارا والاكثر امانا، واللي بيتم ازاله النسيج الطلائي في العين في القرنيه اللي اسمه الابيثيليوم. ده اللي احنا شايفينه، ده اللي احنا شفناه في الشويه اللي فاتوا دول، كان الليزك العادي اللي فات ده كان الليزك العادي. هو بنرفع قشره، وبالتالي وبنعمل الليزر وبنرجع القشره تاني في مكانها بعد ما نعمل التصحيح عن طريق الليزر. لكن الموجود قدام حضرتك دلوقتي ده الليزك السطحي. بنشيل النسيج الطلائي اللي هو الابيثيليوم عن طريق ماده كحول او عن طريق مانيوال زي ما احنا بنسميها يعني. وبيتم تسليط الليزر مباشره على سطح القرنيه، وبيتم غسل هذه بعد كده. يتم نغسل الليزر، نغسل القرنيه، وبترجع عادي بنحط عدسه عشان تساعد على التئام القرنيه وتخفيف الالم عند المريض. ده النوع اللي هو الليزك السطحي، البي ار كي. ليزك سطحي ده ليزك سطحي، هو الامن، هو الاكثر يعني مناسبه لحالات كتير، حالات اللي سمك القرنيه بتاعها قليل ما ينفعلهاش ان احنا نعمل لها قشره، فبالتالي بيتعمل لها ليزك سطحي. الناس اللي هم بيلعبوا العاب قوه، الناس اللي بتلعب رياضيين بيلعبوا كوره، كل الناس دي بنفضل ان احنا نعملهم ليزك سطحي. وكذلك برضه ضباط الجيش والشرطه نتيجه الحركات اللي بيعملوها والتنقلات الكتيره، فده بيبقى امن على هذه الناس المستوى اللي احنا قلنا عليه ده. سواء الليزك او الليزك السطحي او الفيمتو ليزك او الفيمتو، كل انواع الليزك تصلح لمين؟ مين الناس اللي عندها قصر نظر تستفيد من الليزك بانواعه؟ هو طبعا عشان نقول مين اللي يصلح له ويستفيد بعمليه الليزك، لازم حاجه مهمه جدا اللي هو السن، اللي هو طبعا لا يكون سنه مش اقل من 18 سنه او 20 سنه زي ما اتكلمنا عليها من فوق، وليكون قصر النظر او طول النظر له درجات محدده ما تزيدش عنها. يعني مثلا لو سالب فوق السالب 10، كلام جديد دلوقتي، فوق السالب 10 ما ينفعلوش تصحيح ابصار، او فوق زائد 6 ما ينفعلوش تصحيح ابصار، وبنلجا لحلول ثانيه اللي هي زرع العدسات والفحص. والحاجه الثانيه برضو اللي بتحدد اذا كان ينفع له تصحيح ابصار هو سمك القرنيه. لازم سمك قرنية محدد، وبناء عليه ان كان ينفع له ليزك او ما ينفعلوش، ولو اشترط برضه ما يكونش فيه تحدب زائد في القرنيه اثناء الفحص. يعني النظر يتحسن بعد العمليه بقد ايه؟ على حسب برضه نوع العمليه، وده جزء مهم جدا. يجي لك واحد يقول لك انا اخويا عمل عمليه وتاني يوم شاف زي الفل وكويس جدا و100 100، وانا ليه بعينيه بتحرقني وليه انا في دموع وفي ورم في العين؟ ده على حسب نوع العمليه. فلو الليزك العادي او التقليدي او الفيمتو ليزك، المريض بيتعافى بعد خلال ساعات معينه، بيبدا يشوف كويس، الدموع اقل، حمرار العين اقل. لكن على الليزك السطحي بقى، وده الناس بتنفر منه نتيجه البين اللي بقى موجود بعد العمليه، بيبقى الم فيه الم شديد لمده يومين 48 ساعه على ما الابيثيليوم يحصل له هيلينج، وبيبقى فيه احمرار وفي دموع في العين وفي ورم. ف نتيجة الالتئام بعد الجرح بعد العملية هو اللي بيحدد مدى التعافي. لكن في الآخر في النهاية هما الاثنين بيبقوا كويسين جدا بعد فترة محددة، والنظر بيستقيم، والنظر بيكاد يكون يضاهي، هما الاثنين 6 على 6 في آخر المشوار إن شاء الله. هروح بقى المنطقة تانية. طب افرض مريض ما ينفعوش ليزك، إما سمك القرنية غير جيد، أو بدأ يحصل له مثلا خلاص يعني عدى في الأرقام، يعني ماينس مثلا 15 ماينس 16، هننتقل لحاجه ثانيه خالص.
في حاجتين اتنين بيتحكموا في هذا الامر. اولا عدم وجود عتمات في عدسه العين او وجود عتمات في عدسه العين. لو في عتمات في عدسه العين بنلجا لعمليه زرع العدسه مكان عدسه العين، وهي بتسمى بعمليه المياه البيضاء. وعمليه المياه البيضاء من الحاجات اللي شهدت تطور كبير جدا في الفتره الاخيره، بتجرب الموجات فوق الصوتيه في دقائق معدوده بدون اي بنج كلي، ببنج موضعي طبعا، في فتحه صغيره جدا تضاهي 2 مللي بيتم شفط المياه البيضاء وزرع عدسه رفيعه جدا لتضاهي عدسه العين الداخليه، سواء كانت احاديه العدسه او احاديه البؤر او متعدده البؤر او عدسه اي توريك اي او ال لو في استجماتيزم مع المياه البيضاء. طبعا لو سن المريض صغير يعني 20 سنه، من سن 20 لحد 40 سنه، بيفضل زرع العدسه الانكساريه الاي سي ال، ودي بتبقى عدسه كويسه جدا جدا جدا، ولا ما فيش منها اي خطوره ولا فينا. يعني اذا حضرتك دلوقتي ده الشاشه دلوقتي حضرتك، دي عدسه الاي سي ال اللي بتتزرع فوق عدسه العين الداخليه بدون ما نشيل عدسه العين الداخليه، لان السن الصغير ما بنفضلش ان احنا نشيل عدسه العين الداخليه في السن الصغير، لان بيبقى فيه مشكله بعد كده في القراءه، فما بنفضلش ان احنا نلجا ليها في السن الصغير ده. اذا برضو السؤال الاجراء بتاع زراعه العين، هل له بريكوشن، اجراءات معينه، احترازات معينه، هل في فحوصات قبل العمليه؟ طبعا في فحوصات بس طبعا يعني اولا الفحص الاكلينيكي ده مهم جدا. انك تشوف العدسه، هل عدسه العين دي فيها ميه بيضاء ولا لا، شبكيه العين كويسه ولا لا. الحاجه الثانيه الخزانه الاماميه هل تسمح بزرع العدسه؟ ده بيشترط طبعا مسافه معينه بين القرنيه وبين العدسه، ما تقلش عن 3 مللي عشان تسمح بوجود العدسه الاي سي ال. لو العدسه لو المسافه دي في الخزانه الاماميه قليله، طبعا ما بنضطرش ان احنا نزرع الاي سي ال، بنلجا لاي بروسيدور ثاني. فالفحص الكلينيكي والفحص التشخيص والاشاعات طبعا بتحدد نوع العمليه اللي احنا نعملها طبعا. السن هنا اربعينات، يعني قبل 40 غير بعد 40، صح كده؟ طبعا. ايه بقى السن بيفرق في ايه؟ ما هو لان السن اللي قبل ال 40 زي ما قلت حضرتك ان العضله الاكوموديشن المسؤوله عن النير فيجن تبقى شغاله. فلما تزرع الاي سي ال، العدسه اللي هي الاي سي ال العدسه الانكساريه، بتفضل العضله دي محتفظه بقيمتها ومدى تاثيرها خالص كويس جدا جدا جدا. ما بيحتاجش المريض ان هو يلبس نظاره للقراءه بعد كده. لكن بعد ال 40 كده كده العضله دي بتضعف، عضله الاكوموديشن بتضعف، فبالتالي المريض ما بيفرقش كتير، لان هو كده كده يحتاج يلبس نظاره بعد سن ال 40. معظم الناس الاغلبيه العظمى محتاجوا يلبسوا نظاره القراءه بعد سن ال 40، فما فيش مشكله ان هو يعمل كلير لينس بعد كده ويلبس نظاره القراءه. كلير لينس اللي هو استبدال عدسه، استبدال عدسه العدسه واحط عدسه، حط عدسه مكانها. سؤالي بقى يعني ايه مميزات زراعه العدسات؟ زراعه العدسات دي حلت لنا مشكله كبيره جدا جدا، وهي ان الناس اللي ما كانش بينفع لهم تصحيح ابصار نتيجه ان عندهم كسر نظر كبير جدا، سالب 15 وسالب 16، نقول له تعالى خلاص يعني الدنيا كويسه، في بديل، في مفترج. سواء العدسات الانكساريه الاي سي ال دي حلت مشكله كبيره جدا في الناس الصغيرين، والعدسات اللي هي اللي بتزرع مكان عدسه العين ده بيدي لك مساحه انك تتحرك فيها، وخصوصا مع وجود المياه البيضاء. انا احكي لك على موقف حصل معايا في العياده دي، اشرح لك يعني ان النوع العمليه بيختلف من مريض للتاني. كان في واحده جت عملت عندي تصحيح ابصار، وكان سمك القرنيه بتاعتها كويس والفحص بتاعها كويس تمام، وعملت العمليه ومبسوطه جدا 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 جدا. بعتت لي اخوها عشان يعمل تصحيح ابصار زي اخته، فكشفت عليه، انا عايز اعمل تصحيح، اتفضل في الكشف اللي احنا والفحص اللي احنا قلنا عليه، حطه على جهاز الكمبيوتر، سالب 15 في كل عين. للاسف انت مش هينفع لك تصحيح ابصار. طب انا عايز استغنى عن النضاره. في حل تاني، وهو حل عشان كان سنه صغير 20 سنه، زرعنا له الاي سي ال، ولد ما شاء الله بعد اسبوع شاف 6-6 في العينتين الاثنين. بعدها باسبوعين هو جاي في المتابعه جاب والده معاه. انا زعلان منك يا دكتور احمد. خير بس يا والدي؟ زعلان لي حسام ابني بيقول لي انا قلعت النضاره التخينه وانت لسه لابس نضارتك، انا عايز اقلع النضاره زيك. قلت له خلاص مفيش مشكله، بس تعال اتفضل ابص عليك. فحصته هو عنده 60 سنه، لقيت عنده ميه بيضه موجوده على عدسه العين. قلت له اسف انا مش هعمل لك العمليه دي يا حسام، بس انا اعودك ان انت هتقلع النضاره زيك زي ابنك بالظبط. وبالفعل طبعا عملت له عمليه ميه بيضه وزرع عدسه، ومبسوط جدا 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 وكويس جدا، وشوف 6-6 برضه زيه. انا بوضح لك بمثال ان كل واحد بينه وسنه في المقاس كله، واحد خد خدمه، خد الخدمه اللي تناسب سنه وطبيعته. حد خد الليزك، حد خد زراعة العدسة، التلاته اخوات، التلاته من عيله واحده، اسره، واحد خد كلير لينس اكستنشن. لا هو كان عنده ميه بيضاء، يعني ماشي، لكن هو لو سنه هي زيها، هي نفس البروسيدور، هي نفس العمليه، يعني شال العدسه القديمه وركب عدسه جديده، والتلاته في الاخر شافوا كويس من غير نظاره، كويسين جدا. ده
قيمة العلم في عيلة. العيلة دايما انتوا عارفين قصر النظر بالذات يا جماعة عامل وراثي، هتلاقي العيلة كلها بتعاني من مشكلة، وكل العيلة بقى عندهم كوميديات مع بعض، هم نفسهم بيبدأوا يهزروا مع بعض بالحاجات دي، اللي هو يعني ايه النضارة اتكسرت بتاعت فلان النهاردة يعني مش رايح لشغله ولا هيخرج من البيت ولا حاجة. المريض اللي عنده قصر نظر شديد ده ما بيقدرش يستغنى عن النضارة فعلا، طبعا لو نام من على السرير بتاعه يبدأ يحسس يشوف النضارة فين، ما يقدرش يتحرك من غيرها، مش يتحرك من غيرها، فبالنسبة له هي طبعا هي عائق، محيط الأوضة هي عائق كبير بالنسبة له. فأنت لما توصله إن هو يقدر يعيش حياته ويتعامل في حياته من غير النضارة دي، أنت بتحل له مشكلة كبيرة جدا من حياته. خلينا بقى نروح لثلاث محطات مهمين هسألك فيهم. المحطة الأولى فيهم هي الأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ ده السؤال الأول في الأبيض والأسود والرمادي. هل هناك أشخاص لا يمكنهم استفادة من تصحيح الإبصار؟ هناك أشخاص لا يمكنهم، ده معناه أن في مستحيل في تصحيح الإبصار. كلام ده أبيض ولا أسود ولا رمادي؟ أبيض طبعا، في ناس ما ينفعلهمش تصحيح إبصار. لو في مشكلة عتامة في القرنية طبعا ده شخص ما ينفعلهوش تصحيح إبصار. لو في مشكلة في الشبكية طبعا ده شخص ما ينفعلهوش تصحيح إبصار. لكن لو في أي مشكلة تانية على مستوى العين زي ما قلنا مياه بيضاء أو في ضعف نظر أو كسر نظر، ده طبعا ينفعله تصحيح إبصار. يعني في ناس طبعًا. لازم نتأكد الشبكية سليمة لازم جداً. نتأكد إنه القرنية ما فيهاش أي عتامة. تعال نشوف المحطة التانية. جاني متهم أم بريء؟ ده سؤال مهم بقى اللي جاي دوت. من يجري تصحيح إبصار لمن هم اقل من 18 سنه؟ ده اجرام. مجرم طبعا. ليزك قبل 18 سنه ده اجرام. هو طبعا الحاله الوحيده انايزومتروبيا. الانايزومتروبيا في الاطفال. وده طبعا عليها كلام، يعني هي برضو حاجه ومش مؤكده، يعني في ناس بتحب تقول لك الطفل يلبس نظارته ويتعود عليها حتى لو في انايزومتروبيا وتعمل تمرين كسل العين، وفي ناس يقول لك لا انا الطفل مش هيقدر يتحمل مقاس النظاره ده ونعمل له تصحيح ابصار حتى عشان يبقى الفرق ما بين العينتين، لان لو الفرق بين العينتين اكتر من 4 أو 5 الطفل غالبا ما بيقدرش يستحمل النضاره وبيحصل كسل في العين. فاقول لك انا الضرر القليل احسن من الضرر الكبير. لكن ليزك عمال على بطال ده غلط. طبعا ده في منتهى الخطوره. تعالوا نشوف المحطه الثانيه. وشك ام يقين؟ ده بقى سؤال حلو قوي. هو مش سؤال، هي قصه قصة شعبية. الناس تقعد مع بعض كده وهم قاعدين على قهوة أو حاجة، بقول له أنا رايح أعمل تصحيح إبصار، بقول له يا عم بس دكاترة العيون بنشوفهم لابسين نظارات بعضهم يعني مش كلهم، وتطلع الجملة دكاترة العيون ما بيعملوش لنفسهم عمليات تصحيح إبصار، ما بيعملوش ليزك لنفسهم، رغم إن أنا شفت دكاترة عيون كتير جدا عاملين لنفسهم تصحيح إبصار، وقليل قوي من دكاترة العيون بيلبسوا نظارات. رمادي. رماد وهم وهم دواء. كتير جدا من اصحابي عاملين ليزك وكتير، يعني من اصدقائي كتير جدا عاملين ليزك وكويسين جدا ومبسوطين جدا. فالدكتور ما بيعملش عمليه ليزك؟ لا طبعا، هي طبيعه حياه. لذلك برضو مريض الليزك ما هي طبيعه، ترجع لطبيعه الشخص. يعني ما الشخص يجي لك العياده مثلا لابس نظاره، انت ما انا ما بشخص ما بوجهوش ناحيه الليزك خالص الا اذا كان هو عايز يعمل العمليه. شخص مش مقتنع بالنظاره ومش قادر يتاقلم عليها في حياته، خلاص يزن يعمل العمليه. لكن هو دي طبيعه شخصه كده. لكن انت توجهه ناحيه الليزك، لا ما بيحصلش طبعا. نورت وشرفت وابدعت وخلتنا نشوف حاجات كتيره جدا في عالم تصحيح الابصار، وننتظر بقى زيارات تانية نتكلم بالتفصيل اكتر في هذه العمليات والقرنيه المخروطيه وخلافه. ان شاء الله ان شاء الله شرفتنا، وشكرا جزيلا لك يا دكتور ايمن، ونرجو ان احنا نكون فدنا المشاهدين بحاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. نورت يا دكتور احمد. ضيفي العزيز دكتور احمد سعد، عضو جمعية المصرية لطب وجراحات العيون، وعضو جمعية الأوروبية للمياه البيضاء وتصحيح الإبصار، والجمعية الأمريكية لزراعة العدسات، أخصائي علاج القرنية المخروطية وتركيب الحلقات، ده كان ضيفي في الناس الحلوة. حافظوا على عيونكم كويس جدا جدا، دي حاجة مهمة هنتكلم عليها. زي نحافظ على عينينا دي في حلقات جاية كتير هنتكلم على إزاي تحمي عينيك من مخاطر كتيرة بقت موجودة في هذا الزمن. خليك من الناس الحلوة.